تعالى نروح للأستاذ محمد عبد الرازق، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات العربية الشقيقة. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ لا تمام والله، في نعم وفضل من عند ربنا، كله تمام أنتوا في والله، الإمارات الله في يحفظك. أحداث، يعني في اليوم الوطني، في كوب 28، وفي الانتخابات بتاعتنا. أكيد طبعا العرس المصري اللي حاصل في الإمارات. طبعا الإمارات أدت نموذج رائع بصراحة لآخر أوقات في اليوم الثالث النهاردة، قبل ما تنتهي يعني قبل ما تنتهي اللجنة في القنصلية المصرية بدبي. فئات كبيرة من الشباب حضرت، وكان عرس بصراحة انتخابي جميل. هل تتوقع نسب تصويت عالية بناء على المشاهد اللي شفتها؟ إن شاء الله يعني تكون النتيجة مرضية، طبعا الهيئة الوطنية هي المصرح ليها إن شاء الله بكرة، يعني هي اللي هتعلن إن شاء الله النتائج. بإذن الله. ولكن المشاركة كانت فاعلة، كانت بتعكس مدى انتماء المصريين لبلدهم، وقد ايه حرصتهم على المشاركه في اختيار رئيسهم القادم. ف يعني مشاركه بصراحه مشرفه من جميع طوائف المجتمع. هايل. والجميل يعني كان من ضمن الحالات اللي احنا لمسناها، بعض المصوتين بعض الناخبين جم صوتوا بطريقه برايل في القنصليه المصريه في دبي. ايوه كان حاجه مشرفه جدا، ذوي الهمم، المراه ليها تمثيل كبير. لا والله احنا بجد يعني فخورين فخورين جدا بمدى درجة الوعي يعني اللي لمسناها النهارده في المصريين المتواجدين في دبي. عظيم جدا، ربنا يوفقكم، واحنا في انتظار اعلان الهيئة الوطنية عن النتائج ونسب التصويت وما الى ذلك. كل احنا بنقوله ان احنا بنتساءل التوقعات ممكن تبقى ماشية ازاي بناء على المشاهدة او المناظرة كده زي ما بتقال، مشاهدة العين يعني. اشكرك جدا استاذ محمد عبد الرازق، عضو مجلس ادارة صندوق التكافل المصري بالامارات، كان يحدثنا عن التصويت في امارة دبي بالتحديد.